نبدأ في مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو. وسيوقع عن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي السيد فالديس دومبروفسكيز إكزيكتيف فايس بريزيدنت أند يوروبيان كوميشنر فور تريد.